ليا هالمحطة اللي هلأ رح نحكي عنها هي لوضع الأهداف للسنة الجديدة. ما بعرف قديه كم حدا يمكن حط خطط وأهداف إنه لازم أجلهم عن هديك السنة وهلأ لازم يحققون. نحن اليوم بدنا نعرف الطريقة الصحيحة كيف فينا نحط أهدافنا وخططنا لنقدر نحققهم. أكيد رح نحكي مع التفاصيل مع مريم العيسى خبيرة تدريب مهارات حياتية. كل عام وأنت بخير ويسعد صباحك. وأنت بخير حبيبتي، صباحك. صباح الخير مريم، اهلا وسهلا فيكي. يعني مع ختام كل عام وبدايه عام جديد يمكن في عنا مرحلتين لحتى نحن نشوف شو انجزنا ونكب السيئات ونبلش بصفحه جديده واهداف نحن حاطينها قدام عيوننا بالسنه الجديده. اللي ما عمل هي الطريقه خلينا نعلمه كيف وليش بنعمل هيك. ليش بنعمل؟ أول شيء لأنه نحن بنحب التحديد، بنحب الوضوح، الكون بشكل عام هو واضح ودقيق، فنحن لازم يكون عندنا شيء. مثل أنت لما بتسوقي سيارة بدك تعرفي أنت لوين رايحة، يعني مو معقولة تسوقي ومانك عارفانة الوجهة يعني. فأول شغلة لأنه نحن بنحب التحديد، بنحب حدا حتى أي حدا بيحكي لنا شيء يكون واضح ودقيق بالنسبة لنا، فهي أول خطوة. بالنسبة للحكايتي أنا بحب مو بحب تفضل كلمة منكب أو منلغي أو منحذف ملفات مثل أي جهاز كمبيوتر أو جهاز موبايل. الملفات دائماً للزيادة والتخزين دائماً بيعمل عبء على الأشخاص. الأشخاص بيوعدوا أنفسهم بكتير أشياء وأهداف وخطط وبالتالي بيصير في عندهم زحمة، بيوصلوا بآخر السنة للأسف خليني أقول يمكن في أشخاص كتير 2 أو 3% من الأشياء اللي حطوها ما تنفذت أو تنفذت والباقي ما تنفذ. ليش؟ العجقة، الوعود الكتيرة، الالتزامات الكتيرة يلي نحنا بدنا إياها ولازمتنا أو ملازمتنا. كيف يعني ملازمتنا؟ في أشخاص كتير بتحط أهداف مقلة، أهداف هي عم بتقلد أشخاص فيها، أنه في أشخاص حطت هدف معين أو أنجزت هدف فهي حابة تقلد هذا الشخص مع أنه الهدف بيكون بعيد عنها ما بيناسبها أو ما بيطورها. فبتحط بمعنى كيف توعد نفسها، والعقل ما بيحب تعطي أوامر كتير أو إلزامات كتير. يعني كتير أنا بجيب هذا المثال وبذكره كتير، بتجيب كتاب بتقولي لازم أقرأ، بتقري منه صفحتين ثلاثة بتحطيه على جنب، فشو اللي بيصير؟ بيصير إنه أنت بيضل عندك نوع من تأنيب الضمير تجاه الكتاب، إنه أنا يا الله أنت بدي أقرأ، إمتى بدي خلصه، مع إنه مين اللي قال لازم؟ نحن عطينا أمر لعقلنا إنه لازم، هي بس هي النقطة. فكلمة لازم نلغيها، أنا بدي أحط أهداف، أهدافي أنا، ولحتى أعرف إذا هذا الهدف هدفي فأنا بسأل نفسي لما بدي أحطه ليش بدي إياه. يعني اللي ما اللي يعني شو اللي بينتج عنه، بيناسبني ما بيناسبني. وفي أشخاص كثير واضحين ونحن بنعرف أشخاص مرقوا بالحياة حطوا هدف ووصلوا له، حطوا هدفين ووصلوا لهم، حطوا 10 أهداف ووصلوا لهم. ليه؟ لأنه هو بيعرف هذا الهدف بيخدم مسيرته العائلية والذاتية والمهنية فبيحط هذا الهدف وبيمشي بناء عليه فبيوصل. فنحن مثل ما حكيتي لي أنه نحن ملفات اليوم مو لازمتنا، ما بتخدمنا وعاملة عبء على عقلنا وعلى حياتنا، المفروض نلغيها، نحذفها، نعمل لها حذف، إنه لا أنا هي ما بتناسبني، بكتبها وبعطي أمر لعقلي إنه هي ما بتناسبني وبلش بصفحة جديدة. نعم مريم، يمكن عم تحكي ليها شغلات يمكن أنا وأنت دائما بنقولها ويمكن ما بتتحقق. فعلا نحن بنقول كلمة لازم السنة الجاي نعمل هي القصة. تمام. طيب نحن كيف فينا نحط الأولويات للأهداف؟ يعني في أهداف بتكون فعلا هي أحلام خلينا نقول إنه بدنا نعملها، شو كيف نرتب إنه الشيء الواقعي الشيء اللي مثلاً كتير بعيد يصير، كيف الواحد بيرتبه؟ حلو كتير. هلا في شيء اسمه رؤية أو هدف بعيد المدى، إنه أنا بدي هدف لحياتي بالمجمل. طبعا. فهذا أنا حاططه وبعرف إنه أنا بمسيرة حياتي أنا رح أوصل لهذاك المكان، بس أنا حاططه بالبداية وعرفانة ومتأكدة إنه هذا هدفي العام من حياتي، من أنا لوين رايحة، شو الأشياء اللي بدي أحققها حتى بعد مسيرتي المهنية بعد كذا. أنا لازم يكون عندي من اليوم في هدف واضح وبعيد، لكن بالنسبة إلي أنا يعني خلص في بذهني ما وماشية بناء عليه. الأهداف على الطريق هي الأهداف اللي هي الحياتية اليومية، ما يخص دراستي تطور دراستي، ما يخص عملي وتطور عملي، ما يخص عائلتي، ما يخص أصدقائي. في عندي متعلق بقدراتي يمكن أكثر، متعلق بقدراتي إنه أنا كيف فيني أحسن منها. هلأ هي شوفي ليش أنا أعمل لك، لما بيكون الرؤية البعيدة بالنسبة لك واضحة فأنت بتعرفي على الطريق شو لازمك. فأنت رح تعرفي وين الجوانب اللي أنا بدي أطورها بنفسي. طبعا. وين الجوانب اللي أنا بدي وقفها أو القصص أو الممارسات أو السلوكيات اللي أنا ما بتخدمني وما بتوصلني لهذا، بالعكس ممكن تأخذ من وقتي وجهدي وطاقتي على الفاضي، يعني أنا بهدرها. ففي أشياء مثل ما حكينا نوقفها تماما، سلوكيات، أي شيء بقول عنه لازم اليوم لازم وقف وقول ليش أنا عم أقول لازم، يعني هذا بشو بيخدمني، يا بخليه يا بحذفه. بعدين في عندي شيء مهم وفي أهم وفي غير مهم على الإطلاق، كمان بصنف يعني أنا وين المهم اليوم
لما قلتي لي رتب في اولويات عندي، في اشياء اليوم مهمه لازم انا اذا ما اشتغلتها وانجزتها فهي بتعيقني او بتعطلني او بتبعدني عن اهدافي او بتاخرني يعني، فهي بدي بلش اشتغل فيها اليوم. في المهم اللي هو في له ضروره لكن ممكن انا اعمل له ازاحه زمنيه، فانا بدي احتال على عقلي او العب على عقلي لحتى ما يلزمني ويضوج. اذا ضاج العقل ما بيخليكي تمشي ولا تنفذي ولا يعني شو ما كانت اهميه الهدف، بيركنوا مع باقي الاهداف لانه خلص انا ما عندي ترتيب. فانا لما رتبت اول شيء اهم شيء والاولويه واللي لازم اليوم اني نفذه حطيته على جنب، بعدين الاشياء اللي لها ضروره لكن في عندي مثل ما قلت لك زمن حريه زمنيه معينه فانا بعمل له ازاحه زمنيه، وفي الغير ضروري والغير هام والغير لازم فهذا بعمل له حذف. وبرتب على هذا الموضوع مثل ما حكينا، هدف بعيد المدى واضح انا لوين ماشي بالحياه كلها، واهدافي مو الثانويه خليني اقول لك الفرعيه او الحياتيه هي تؤدي لهذا الهدف. نعم. مريم خلينا نحكي بنقطه كثير مهمه، نحن كيف لازم ننظف يمكن مو حالنا، خلينا هيك نعيد هي نعمل ريفرش لحالنا بهيك مصطلحات تكون احسن، يمكن بالشي اللي راح بالشي اللي جاي، مو نحن بدنا نعمل اهداف جديده فلازم نحن نعمل تنظيف كامل لحياتنا لحتى نحن نصفي بالنا. خلينا نحكي عن طرق كيف بنعملها على ارض الواقع بعيدا يمكن يعني تنفيذيا شيء عملي نعم. مثل ما حكيت من شوي بس رح نحطه على ورق تماما. انا رح اجيب ورق وقلم وحط خليني اقول مربع او حط اللي هو مربع أنا واسمه انا اسمه مبدئيا لثلاث اقسام. القسم الاول مثل ما حكيت عنه من شوي اللي هو غير هام، القسم الثاني هام، والقسم الثاني أهم، الثالث عفوا أهم. بدي حط تحت الغير هام، هذا اللي تحت الغير هام هو اللي بيعمل عملية التنظيف. هذا يعني أنت بتلاقي حالك لازم نفسك بأشياء كتير، مثل كلياتنا تقريبا بالوعي الجمعي عنا بنلزم نفسنا برياضة وما بننفذ، إنه أنا كل يوم اعتبارا من الأسبوع الجاي بدي بلش برياضة، بنلزم حالنا بدايت أو بريجيم معين أو بتغذية معينة، بنلزم أنفسنا بلغة معينة لازم نتعلم لغة معينة، بنلزم يعني عنا وعود كثيرة لأنفسنا. هاي الوعود أنا بدي حطها، كلياتنا لازمنا رياضة وكلياتنا لازمنا تطوير وكلياتنا، لكن وقتي الباقي بمعنى حياتي تسمح لي ولا انا عم عيق نفسي يعني عندي وقت؟ طب انا ما عندي وقت معلش انا بطلع مره بالاسبوع بعمل سبور، مو ضروري كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. تمام، هي الفوضى لما بتتنظف بتعمل شيء نوع من الابداع. هي انت بس رتبتي العقل وبلشتي مثل ما حكيت حطيتي هذا الخانه الاولى، خانه الغير هام. هي متى ما نسقتها من عقلي كثير رح يرتاح العقل، رح يصير في مساحه اليك اكثر ورح يصير في حريه وبالتالي رح أقدر بلش نفذ بالخطوات الثانية. فالتنظيف هو بالخانة الغير هامة، يعني كل شيء أنا اليوم عندي غير هام بكتبه بسجله، وحتى بكتبه بناقش نفسي أنا ليش حاططه، ليش واعد نفسي فيه، ليه لازم أنا كنت حاططه. ومثل ما حكينا بداية اللقاء أنه ناس تنتقل معها الأهداف من سنة لسنة من سنة لسنة، ما هو عبء لو أنا عم نفذ منه شيء أوكي ماشي الحال، لكن أنا ما عم نفذه وعم بيعيق الشيء اللي لازم نفذه الشيء الضروري. فأهم شغلة بالتنظيفات هي موضوع الغير هام والغير ضروري لازم ينحذف، يعني أنا هون ما في معه مجاملة لازم أحذفه. تمام، بالإضافة لكتير ممارسات أنا فيني مارسة أني أنا حط الهدف اليوم مثل ما حكينا عنه الهام كتير وبلش بخطوة بسيطة لو بكتابة الخطة. يعني في شيء اسمه هدف وفي شيء اسمه خطة للهدف، وفي منهم بيحققوا أو بيعملوا شغلة وحدة وبينسوا الباقي خلص. هلا اذا بينتسى فهو نوع من التنظيف معلش ما عندي مشكله، لكن ليش هو بيعمل بينسوا الاهداف هو نوع من التنظيف؟ لا بينسوا اللي مثل ما قلتي انا حطيت شيء ونسيت الباقي، اذا كان الباقي غير هام. بعدين احنا في شيء كثير جوهري لازم نحكي، مين الاشخاص او شو هي الاهداف اللي بتتحقق او امتى احنا نبلش بانجازها؟ هي الاهداف اللي اساسا هي عندنا دوافع مكتمله لها، يعني انا بعرف بالضبط ليش هذا الهدف انا بدي اعمله وكثير ضروري بحياتي، فلا ما بدي محفز. وهلا ضروري نحكي عن موضوع التحفيز، ما بدي محفز له، فبتلاقيني انا مباشره بقوم وبشتغل بدون لا تحفيز ولا حدا بيقول لي يلا ولا خلص، انا في عندي دافع مكتمل. بمعنى شفتي لما بتروحي عند طبيب بعيد الشر وبيقول لك انه انت لازم مثلا توقفي تدخين لانه انت حتموتي، فانت بتوقفي. انا وقفته ليه؟ مع اني انا وعده نفسي صلي 20 سنه انا بدي اوقفه. طب ليش ما وقفته بال 20 سنه الماضيه؟ لانه ما كان عندي دافع. ندفع بدوافع سلبيه معلش لكن بننفذ وبنمشي بالخطه. ف
لازم اليوم نبحث عن دوافع إيجابية، وما بنلاقي هاي الإيجابية إلا لما بيكون الهدف إلنا. كلمة خاص. إلنا كتير مهمة، يعني هذا الهدف إلي وبيخدمني بحياتي. نعم مريم، ما حكيتي عن يمكن الشيء التحفيزي أو الكلمات التوكيدية، خاصة أنه نحن يمكن لا عم نشوف أنه هاي السنة العالم قدرية أكتر عايشة يوم بيومها، يوم يعني يوم. ما كتير عندها تفكير ببكرة لأنه تحس انه بكره مجهول او شيء، فخبرينا اليوم عن هي الكلمات التوكيديه اللي لازم الواحد لازم ما بدي اقول لازم المفروض انه تكون موجوده حتى نقدر نكمل. رح احكي بشغلتين، الشغله الاولى انه نحن نبلش اليوم بحاله ما بدنا نقول لا ايجابيه ولا سعاده ولا فرح، خلينا نبلش اليوم بحاله رضا، نبحث عنه مهما كانت الاحوال، لانه نحن ما في مفر، يعني إذا أنا ركضت باتجاه الشكوى والتذمر والألم فأنا ما رح استفاد شيء. خلينا نبني أول شيء، أول نقطة نبنيها هي حالة من الرضا. الرضا نبحث عنه، يعني ندور عنه، أنا بحالتي اليوم وين بلاقي نفسي راضي وببني بناء عليه. الرضا هو اللي بيوديني بعدين للسعادة، بيوديني بعدين للفرح، بيوديني هاي نقطة. نقطة تانية بالتحفيز، إذا بتراقبوا بتلاحظوا كل الأشخاص المهمين، الأشخاص المشهورين، الأشخاص اللي هن أكثر ازدحام بالأعمال، هن دائما في مرافقين لهم، في مدير أعمال، في محفز، في لايف كوتش، في طب ليه هدول الأشخاص موجودين؟ لأنه كلياتنا بدون استثناء بحاجة لهذا السند، بحاجة لحدا كل يوم يذكرنا بأعمالنا، بأهدافنا، بشغلنا، فلازم نوجد هذا المحفز. ليه؟ بدنا محفزين خارجيين، لأنه للأسف نحن ما عندنا تحفيز ذاتي قوي. يعني أنا بكفي نفسي وبحفز نفسي وبقوم دائماً بإنجاز مهماتي. التحفيز الذاتي مو موجود بشكل كتير كبير عنا، يعني المحفز داخلي، أنا بحفز نفسي وبإنجاز مهماتي، فنحن بحاجة اليوم لمحفز خارجي، وهذا المحفز الخارجي لازم نوجده ولازم يكون قوي. بمعنى نحن بنخاف من الأشخاص اللي بيكونوا بمهنتنا أقوى منا، وهذا شيء غلط. نحن بنخاف من الأشخاص اللي بيكونوا عندهم وجود وعندهم كاريزما، بالعكس لازم نستفاد منهم لحتى يحفزونا أكثر ويشجعونا على أنه نمشي. ولازم نلاقي شخص مرافق، صديق، أو يكون لايف كوتش، أو يكون مدرب، أو يكون شغلته محفز، لو حتى دفعنا له مصاري لحتى يكون هو دائما معانا، لأنه نحن كلياتنا بدون استثناء بحاجة لهي المحفزات لحتى نمشي بأهدافنا وبخططنا بالحياة. نعم مريم، يمكن بالختام خلينا هيك نقول لكل حدا يمكن نسي حاله، صار يفكر بالقصص الحياتية المعيشية، بقصص ناقصة هي نتيجة ظروف مو بإيدنا، مو بإيد يعني الحياة، الظروف هيك عملت فينا، إنه بدنا نوجه لهم شيء، انه ما تنسوا حالكم، لانه اذا حالكم كان منيح، اذا حبيتوا حالكم اكيد هاي الامور رح تصير شوي هيك يعني ناخذها باريحيه. تمام، يعني اذا لما بكون حدا قوي، الظروف حوالي كتير كتير قويه، اذا انا رايحه لحرب وما عندي نيه بالقتل فرح انقتل، ما راح اقول غير هالكلمه، فانا قوي ودائما مستعد ودائما اقوى من الظرف اللي حوالي مهما كان لحتى اقدر كمل. نعم نحن مريم بنتمنى لك نهار كثير حلو، واكيد بدنا نشكرك على كل المعلومات، وان شاء الله هيك فعلا العالم يكونوا استفادوا منا ببدايه هالسنه. شكرا لك حبيبتي. شكرا لك، ينعاد عليكي. حبيبتي شكرا كثير لك.